دلوقتي هحاول أكون سريع شوية، إحنا مش هنقدر إن إحنا نحل المسائل في الآخر خالص، هنحاول نقول الأفكار المهمة اللي فيها ونناقشها. وصلنا للحتة اللي إنت تقدر إنك إنت تقرأ بقية المسألة فيها بنفسك، يبقى إحنا كده إيه كله تمام زي الفل، تمام؟ طيب، المسألة رقم 7 دي عبيطة لحد كبير، يعني إنت عارف في الكيس بتاعة الكيرفت جيتس دي. او الجيتس اللي هي مش بلين، بنتعامل بقى مش بالنظريه اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي الماجنتيود واللاين اوف اكشن والحاجات دي. هتلاقي اغلب التعامل بتاعنا فيرتيكال فورس، هوريزونتال فورس، بروجكتد اريا، كده الكلام ده. فهي الفكره بتاعتها كانت بمنتهى البساطه، قال لك عندي وول بالشكل ده، ندخل فيه بلوك او كون بالمنظر ده، وفي ليكويد ليفل كده، وسمى لك المسافة دي اتش، تمام؟ وقال لك اثبت ان الهوريزونتال فورس اللي بتأثر على المحصلة بتاعت الهوريزونتال فورس اللي بتأثر على البلوك ده ما بتعتمدش على اتش. يعني ايه؟ يعني انا لو زودت الاتش دي كده اهو مثلا، هتفضل نفس المحصلة هي هي، نفس قيمة المحصلة او النت فورس هي هي. طب هو جاب الكلام ده منين؟ حاجة بسيطة جدا، يعني مش مسألة امتحان، بس عشان لو حد ايه عايز يعرف هتتحل ازاي. البروجكتد اريا اللي قدامي هنا هتبقى الاريا اللي قدامي دي عليها فورسز بتأثر كده، ناقص الاريا دي. البروجكتد اريا دي احنا بنتكلم على فيرتيكال فورس، فيرتيكال فورس المرة دي بقى اوكي، انا مسمي اهو فيرتيكال فورسز، النت فيرتيكال فورس اوكي، تبقى بتأثر على الاريا اللي هي دي. دي البروجكتد اريا بتاعت الناحية دي اللي احنا شايفينها. ففي كل الأحوال هتلاقي الاريا دي اللي هي الاريا دي أو الاريا اللي هنا دي هي دي اللي فيها المحصلة، أو اللي أنا أقدر أحسب المحصلة عليها، اللي أقدر أحسب عندها ال h bar وأضربها في الجاما، يبقى أقول إن الفورس هتساوي الجاما في ال h bar في الاريا. انهي الاريا؟ الاريا دي بتعتمد على الاتش؟ لا حضرتك، ما بتعتمدش على الاتش، بتعتمد على الدايمتر ده، تمام؟ يبقى مهما زودت الاتش قللت الاتش برضه هيبقى تأثير الفورس هو بيعتمد على دي، ما بيعتمدش على الاتش، والقيمة بتاعته زي ما حضرتك شايف كده اهو، واي على 4 دي سكوير اتش بار جاما ثابتين للسيستم بتاعك، تمام؟ دي المسألة رقم 7، مش مسألة امتحانات ولا حاجة. المسألة اللي جاية دي مسألة تيجي في امتحانات، يعني فيها شغل شوية. المسألة بمنتهى البساطة مديك سيستم بالمنظر ده، تانك كبير كده، تمام، وحاطط لك كون عند القاعدة بتاعته مخروط زي ما حضرتك شايف كده، تمام، وقال لك عندك ليكويد ليفل جواها، وعندك اير مضغوط كمان، وحاطط بريشر جيج انتوا عارفينه بقى بيقرا 50 كيلو باسكال، اكيد 50 كيلو باسكال جيج يعني اوكي، اعلى من الاتموسفير، وده ليكويد، وده عامل الكون ده عامل 60 درجة هنا، الارتفاع بتاعه ده 1 متر، تمام، والارتفاع بتاع الليكويد جوه 3 متر. طيب سؤال هنا، السؤال يطرح نفسه according للريفيو اللي احنا عملناه على الشابتر ده المرة اللي فاتت. لو انا عندي كون بالشكل ده يا شباب اوكي، وده ليفل المية وده فري سيرفيس حضرتك اوكي، وعايز اعرف الفورس في وادي القاع اهو مثلا، وانا عايز اعرف الفيرتيكال فورسز اللي بتأثر على الكون ده، الفيرتيكال فورس اللي بتأثر على الكون ده according اللي قلناه المرة اللي فاتت هو وزن عمود المياه اللي فوقيه اللي بيأثر عليه. وزن العمود ده، كمية المياه دي وزنها هو الـ vertical force بتاعتي W. مالكش دعوة بقى أكيد الاتجاه بتاعها، بما إن هو اكس سيمتريك أو سيمتريك أوبجيكت يبقى هيأثر في النص، بس هو مطلبش منك بيأثر فين، هو قال لك الـ value بتاع الـ vertical force بسيطة. ولو هو طلب hydrostatic force، الـ hydrostatic عبارة عن vertical و horizontal بالنسبة للأشكال دي، والتاني بما إن هو أكسس سيمتريك يبقى هيبقى عندك فيه فورس
هوريزونتال وفورس هوريزونتال من هنا هيلاشوا بعض، وبالتالي الكومبوننت اللي هتطلع لك هي الفيرتيكال، هي الويت بتاع عمود الفلويد ده. هبقى اثبتها لكم المره الجايه، بس استخدم النظريه دي معلش، اشتري مني واستخدمها. طيب الويت بتاع الفوليوم ده هيساوي ايه؟ تطلع من عند الاطراف بتاعه السيرفيس سوري اطراف الاوبجكت ده لحد الفري سيرفيس، هو ده الوزن الفري سيرفيس اللي عنده بي اتموسفيرك، هو ده وزن مين؟ وزن عمود المايه اللي فوقيه. طب لو ما كانش عندي فري سيرفيس، يا اما عندك حل من اتنين، وركز معايا فهم كويس، عندك حل من اتنين. لو كان عندك ضغط اعلى من الاتموسفيرك هنا، يا اما اوكي انا راضي بالعمود بتاع الفلويد ده، اوكي انا راضي بيه، وهاجي اقول ازود على الويت ده، ازود تاثير البريشر اللي هنا، يعني بريشر على اريا، بريشر في اريا هنا يديني الفورس دي بتاعت البريشر ده، اللي هي هتساوي البريشر في الاري، زي ما يكون عندنا مثلا 50 كيلو باسكال، يبقى 50 في 10 اس 3 في الاريا المدوره دي، لو كان عندي هنا 50 كيلو باسكال يعني في باي على 4 دي سكوير، زائد يبقى عندك ساعتها الاف في الفيرتيكال الدبليو زائد الاف بي اللي عندك دي. او واحد تاني يقول لك طيب انا مش عايز احسب الاف بي، انا عايزها كلها ويت، وعايز اجيب فري سيرفيس ايماجينري. ازاي؟ قال لك هزود ليفل يعمل لي نفس تاثير البريشر ده، ادي ليفل ايماجينري هسميه اتش ايكويفالنت الارتفاع بتاعه، بحيث ان الوزن بتاع الليفل اللي انا زودته ده يديني نفس قيمه تاثير البريشر ده هنا. طيب الكلام ده ازاي؟ ان البريشر هتساوي رو جي اتش، الرو ووتر، ده الرو بتاعت الليكويد اني واي، الاتش هي الاتش ايكويفالنت اللي انا عايز احسبها، البي هي ال 50 كيلو باسكال بس بالباسكال، يبقى في 10 اس 3 حسبت الاتش ايكويفالنت. دي شغاله ودي شغاله، تعال احلها لك بسرعه. يبقى انت في الكيس دي بقى هتعمل ايه؟ الكيس بتاعت المسألة دي، الكيس بتاعت المسألة دي هاجي من فين؟ الجزء اللي متعرض للضغط، أو الضغط اللي متعرض للضغط، وبالتالي الـ vertical force مش كل الكون، يعني الأطراف بتاعته كده ويطلع. مش نمسح الأرقام دي عشان إيه نخبط الدنيا، نمسح دي كل دي عند الأطراف كده ويطلع لفوق. يبقى وزن العمود بتاع الليكويد وزنه، وزن الفوليوم ده زائد تأثير ضغط الهواء ده حضرتك، بسمي ده اف بي وسمي ده دبليو. يبقى حضرتك عندك الفوليوم ده احسبه ازاي؟ هو عبارة عن سلندر ناقص الكون ده، ادي ده الفوليوم بتاعك زائد الاف بي. يبقى الاف بي اللي انت عايز تحسبها هتساوي اف بي بسيطة بي في ايه زائد الويت اللي هو عبارة عن الرو في الجي في الفي، رو في الفي في جي، رو في جي، الرو معايا الجي معايا الفي عايز احسبها، يبقى الفي بتاعت السلندر، السلندر دي كلها لحد القاعد ناقص الفي بتاعت اطرح منها الفي بتاعت الكون ده بس. هتلاقيها بقى عندك هنا في الورق، بس انا حسبها بالاتش ايكويفالنت، يعني انا زودت ليفل بحيث ان الضغط عند السيرفس بتاع الليفل اللي انا زودته ده يبقى اتموسفيرك. تمام كويس، هنشوف الفكره اللي بعدها. كنت عايز اقول ايه صحيح، لو انت ناسي الفوليوم بتاع الكون، لو ده كون اهو اوكي وليه دايمتر كده، والقاعده بتاعته ليها دايمتر، تمام، وده الارتفاع بتاعه اتش، يبقى الفوليوم بتاع الكون حضرتك عشان ما تروحش تدور عليه تلت مساحة السلندر اللي هو كان ممكن يعملها، يعني مساحة السلندر كام؟ سوري تلت فوليوم السلندر، يبقى الفوليوم بتاع السلندر باي على 4 دي سكوير اتش، تمام؟ هو ده الفوليوم بتاع الكون يا فندم، افتكرها دايما ان هو تلت مساحة تلت الفوليوم بتاع السلندر اللي بنفس الارتفاع ده ونفس القاعدة دي، تمام؟ او اللي انا قلته صعب اهو يا سيدي، القانون بتاع الفوليوم بتاع الكون، تمام؟
كويس أوي. اللي بعد حلوة دي، ودي الفكرة بتاعتها. المسألة بتاعت اللوج الخشب أو جذع الشجر ده، عندك أعمل حاجة هنا، رصيف، نفترض إن ده رصيف مثلا وفي نهر هنا، وأدي جذع شجر، تمام؟ والليفل بتاع المية جاي هنا، غلس، ليفل غلس، جه لغاية هنا وراح واقف كده، واخد بالك؟ وجاي قال لك إيه بقى؟ هو مديني إيه؟ مديني الريديوس 1 متر، وقايل لك إن دي واتر، وإن دي نقطة، ودي نقطة بي، تمام؟ في المية في كل حتة أهي، تمام؟ طالب إيه؟ عايز الويت بتاع اللوج دي، وعايز السبيسيفيك جرافيتي بتاع السلندر ده، هي اللوج يعني. طيب حلو أوي، الويت أحسب الويت إزاي؟ عندي سيستم أندر إيكوليبريم زي ما حضرتك شايف، أحسب الويت بما إن الويت حضرتك فيرتيكال فورس، بما إن السيرفيسز اللي قدامي دي كيرفت سيرفيس، يبقى هطبق عليها النظرية بتاعي كيرفت سيرفيس الفيرتيكال فورسز اللي بتأثر على الكيرفت سيرفيس، اللي هو الويت، نظرية الويت المعادل. فأنا دلوقتي مثلا إيه السيرفيسز اللي عندي اللي بتتأثر بالويت المعادل ده؟ عندك السيرفيس ده للتبسيط، السيرفيس ده بيتأثر بالليكويد ليفل، أو بيتأثر بالليكويد في ملامسة مع الليكويد، والسيرفيس ده الربع ده في ملامسة مع الليكويد، والربع ده ملامسة مع الليكويد، الربع ده بقى منه للهواء، راجل إيه؟ مزاجه عالي، تمام. يبقى أنا أقدر أقول إن أنا عندي هنا مثلا F1، وهنا F2، وهنا كلها vertical F3. طيب F1 دي هتبقى نتيجة إيه؟ اتعامل معاها كأنها سيرفس مغمور كيرفد عادي جدا، فين الفري سيرفس؟ ده الفري سيرفس، يبقى أطلع من الأطراف بتاعة السيرفس ده، أدي الطرف ده وأدي الطرف ده، اطلع vertically لحد ما توصل لفين؟ لحد ما أوصل للفري سيرفس. الفوليوم اللي أنت طلعته ده يا فندم، الويت بتاعه هو القيمة بتاعة F1، يبقى F1 هتساوي الويت، لو ده رقم واحد يبقى الويت واحد، تمام؟ ده ويت اللوج أو الحتة الخشب. نفس الكلام بالنسبة لاتنين، أطلع من اتنين لفوق، ومن الطرف بتاعها التاني ده لفوق، تشك تشك، الحتة دي كلها لو أنت سميتها اتنين، يبقى F2 يساوي W2، تمام؟ F3 هو already وزن واضح قدام عيني، الوزن بتاع الحتة رقم 3 دي، تمام؟ حلو أوي، F3 بيساوي W3، يبقى أنا ساعتها هقول إيه؟ هقول إن W الويت بتاع اللوج، ويت اللوج ناقص F1 ناقص F2 زائد F3 يساوي زيرو، بسيطة اهي، مفيهاش أي مشاكل. طيب الحسابات بتاعت الفوليومز دي ايه؟ دي لوج عاملة زي الأسطوانة، ليها عمق جوه السبورة. طيب ربع الدايرة ده أقدر إن أنا أحسبه كربع اسطوانة، طب والحتة دي أقدر أحسبها أدي إيه؟ مربع، مربع في الطول بتاعه لجوه، توازي مستطيلات يعني بمعنى أصح، يبقى المساحة دي اللي هي ربع دايرة زائد مربع في الدبس اللي جوه يديك الفوليوم ده، تمام؟ زي الفل. هنا بقى إيه المشكلة اللي ممكن تقابلك؟ دي الأريا دي اضربها في الدبس بتاعها هتديني الوزن بتاع، هتديني الفوليوم بتاع حته 3. طب ما انا كده كده عارف، ركز بقى في الحته دي، ما انا كده كده عارف انها الريزلتنت بتاعتها ان F2 ناقص F3 هتصفصف على ان الفوليوم بتاع 2 ده كله ممكن اطرح منه فوليوم 3 يديني الريزلتنت بتاع F2 ناقص F3. طب لما اطرح الفوليوم 2 من الفوليوم 3
هيديني نص السلندر دي، تمام؟ اختصر يعني وقت واختصر مجهود، تمام؟ يبقى ساعتها اقدر اقول ان اف 2 ماينس اف 3 تساوي الرو بتاعت الليكويد طبعا في فرق الفوليوم، يبقى في 2 ماينس في 3 في الجي، في 2 ماينس في 3 تساوي الاريا دي اللي هي نص واي على 4 دي، لو ده ليها دايمتر دي سكوير في الدبس اللي جوه اللي هنسميه البي في الجي، تمام؟ منتهى البساطة كده. طالما عرفت انك انت تحسب الفوليوم ده والفوليوم ده وعوضته في الايكويشن دي، خلاص انت حسبت اف 2 ناقص اف 3، انت حسبت دي كده اهو خلاص. اف 1 هو عبارة عن ربع دايرة اللي هو مساحة الدايرة باي على 4 دي سكوير، اضربها في 1 على 4 وبعدين اجمع عليها، 1 في 1 ده هيبقى مربع سكوير 1 في 1، وبعدين اضربهم في الدبس بتاعه، تمام؟ على أي حال أنا موضح كويس جدا في السلوشن، بس إحنا حابين إيه يعني الكلام غير القراية برضو، تمام. طب انت هتجيب الرو بتاعت السلندر ازاي؟ صحيح انا نسيت ان انا اقولك، انت مش حسبت الوزن؟ حسبت الوزن بتاعها. طب الوزن بتاعها ده عبارة عن ايه؟ الرو بتاع الماتيريال بتاعتها اللي هي الخشب في الفوليوم بتاعها في الجي، ده الوزن بتاع اللوج او السلندر الخشب دي. انت معاك الوزن ومعاك الفوليوم ومعاك الجي، اقسم الوزن على الرو في الجي يديك سوري اقسم الوزن على الفي في الجي يديك الرو يا سيدي. السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها تقسم القيمه بتاعت الدنسيتي اللي انت جبتها دي على القيمه بتاعت الدنسيتي بتاعت الميه، تمام؟ ننقل على اللي بعدها، بسيط. اللي بعدها فكرتها بسيطه برضو، هنطبق عليها نفس الفكره بتاعت الوزن المعادل اللي بنحسب بيه الفيرتيكال فورس. قال لك عندي هنا قبة إزاز كده طالع منها أنبوبة متثبتة في البنش بمسامير بالمنظر ده، مليانة مية أو مليانة ليكويد أيا كان. هو طالب إيه؟ طالب إيه الفيرتيكال فورس، أو بلاش الفيرتيكال فورس، طالب الفورسز اللي بتأثر على الفولتس هنا. الاف بولتس دي عليها تنشن، تمام؟ عليها تنشن في الاتجاه ده، عشان هي الميه اللي هنا دي التأثير بتاعها عايز يفك القنينه دي، عايزه تطلع بره، تمام؟ فعايزه تفك القنينه دي عن البنش اللي احنا ربطناها فيه ده، تمام؟ يبقى احنا محتاجين نعمل ايه؟ فورس بالانس. طيب ايه الفورسز اللي عندي؟ أول حاجة قال لي إن القنينة دي ليها ويت، أوكي؟ هيبقى ليها ويت في الاتجاه ده، يبقى ده الويت بتاع الدوم، القبة دي، تمام؟ وعندي الـ vertical force نتيجة الـ hydrostatic forces بتاعت الماية، عندي في vertical forces هتبقى بتأثر لفوق F vertical، وعندي الـ poles مشدودة الـ F poles. هنحطها في الاتجاه ده في بولت بتاع كل المسامير. سيبك بقى من نقطة التأثير، خلاص انت مش مهم، مقلكش في نقطة التأثير، انت بتتكلم في الماجنتيودز بس في المسألة دي، تمام؟ طيب دي ومعايا وجيفن، ودي عايز احسبها، يبقى اللي انا عايز عشان احسب دي يبقى لازم ابقى عارف القيمة بتاعت دي. طيب انا عندي السيرفس اللي بيحصل عليه الهيدروستاتيك فورس اهو داير ما يدور، تمام؟ فاجي زي ما عملت مع الكون هعمل مع دي، فين الاطراف بتاعتها؟ ادي الطرف بتاعها اهو، اطلع لفوق، فين الفري سيرفس؟ ادي الفري سيرفس اهو، فين ده الفري سيرفس اللي بيطلع على الاتموسفير في اتموسفير، واطلع من الاطراف بتاعتي لحد الليفل بتاع الفري سيرفس،
هيكون لي فوليوم. عندي فوليوم بقى، الفوليوم ده اللي فوق الدوم، اللي فوق الدوم اللي هو عامل زي ما يكون اسطوانة مفرغة، اسطوانة مخرومة، تمام؟ يبقى الفوليوم ده يا فندم الوزن بتاعه هو اللي بيديني القيمة بتاعة الـ FV approximate، تمام؟ طيب الـ FV دي بقى لو هنحسب الوزن ده بقى، الـ FV هتساوي الرو بتاعة الليكويد. الفوليوم بقى هيبقى عبارة عن إيه؟ فوليوم سلندر، V بتاعة السلندر دي، السلندر من أول هنا، السلندر دي كلها سلندر كبيرة، ماينس الفي بتاعة الهيمسفير دي نص كورة، اطرح الفي بتاعتها، ناقص الفي بتاعة التيوب الرفيعة دي، أضربه في الفي. بسيط، أنا معايا الأبعاد دي كلها، واحدة واحدة أحسب الفي بتاعة السلندر الكبيرة، بعدين الفي بتاعة الهيمسفير. الفوليوم بتاع الكورة على حسب ما أنا فاكر كان 4/3 باي آر كيوب، فأنت هتضربه في نص يبقى ده الفوليوم بتاع الهيمسفير، تمام؟ الفوليوم بتاع التيوب معاك الراديوس ومعاك الارتفاع ده تقدر تحسبه على طول. تعوض في الإيكويشن هتقول إن الـ FV هتساوي الـ W دوم زائد الـ F فولد. خلاص انت حسبت دي ومعاك القيمة بتاعت دي، يبقى انت حسبت الاف بورد. معلش انا مش بقعد بارقام يعني، بحاول ان انا استعرض. وبما ان هو قال لك ست مسامير، انت حسبت كده ايه الفورس الكلية عليهم كلهم، اقسم الفورس الكلية دي على 6 تديك الفورس في المسمار الواحد. معلش بحاول احل بسرعة عشان الميعاد بتاع الباص قرب. المسألة رقم 11، المسألة رقم 11 تعالوا نشوف ايه الفكرة بتاعتها. فيها شبه من المسألة مش فيها شبه من المسألة رقم 9 تقريبا، أو المسألة رقم 8، مسألة رقم 8 هي شبه مسألة رقم 8. تعالوا نشوف ايه الفكرة بتاعتها. بص يا سيدي، عندك تانك بالمنظر ده كده، فيه فوليوم او في سيرفس زي ما انت شايف كده، عامل زي ما يكون كون مقلوب او كون مقعر، والتانك مقفول من فوق، وفي بريشر جيج بتقيس البريشر عند العمق ده، تمام؟ حلو بقى، لقينا البريشر جيج دي مدياك قرايه 150 كيلو باسكال جيج طبعا، وايه كمان؟ ومديني الديامتر بتاع القاعدة بتاع الكون ده 2 متر 2 متر، والارتفاع بتاعه 4 متر، وهو ووتر أصلا، والارتفاع اللي متاخد عليه القراية بتاعة البريشر 7 متر. دلوقتي أنا برضو ستيل ما عنديش إيه فري سيرفس. لو انا هطبق عليها النظريه، لو انا كان عندي فري سيرفس كنت هطلع من الاطراف بتاعتها، اطلع لفوق اقف عند الفري سيرفس، الفوليوم المحصور ما بين الفري سيرفس للسطح بتاعي هو ده الفوليوم اللي هعتبره بيديني الفيرتيكال فورس. هو طلب الفيرتيكال فورس هنا او الهيدروستاتيك فورس، بما انه شكل اكسي سيمتريك يبقى مش هيبقى عندك غير الفيرتيكال فورس بس، لان الهوريزونتال فورسز بتلاشي بعضها، تمام؟ لانه اكسي سيمتريك من كل ناحيه، تمام كده؟ حلو. في الكيس دي هعمل ايه؟ انا بقى اللي هعمل فري سيرفيس بنفسي المره دي. ابسط ان انا اعمل فري سيرفيس بنفسي، يعني تخيل كده انا عايز اشوف الفري سيرفيس المناسب ازاي. سوري، اعمل الفري سيرفيس اللي يخلي لي الضغط عند النقطة دي 150 كيلو باسكال فعلا. فتخيل إن أنا حطيت أنبوبة هنا، يا ترى المية هترتفع فيها قد إيه علشان يبقى توصل للضغط الجوي؟
اوكي، بحيث ان ده يبقى الفري سيرفس، يبقى الارتفاع ده هيبقى قد ايه؟ بسيط، ادي الارتفاع ده كله هسميه اتش لحد النقطة اللي انا اعرف الضغط عندها اتش، واعرف الفلويد ان ده ووتر، يبقى البريشر هيساوي رو ووتر جي الاتش اللي انا عايز اعرفها. تمام، البريشر 150 10 اس 3 يساوي رو جي اللي هي الجاما، هتبقى 9810 في الاتش، يبقى الاتش هتساوي كام بالمتر؟ 150 10 اس 3 على 9810 هتديني في الاخر 15.3 متر. يعني اعلى من السبعة ب 8.3، يبقى المسافة دي هتبقى 8.3 تقريبا متر. يبقى انا ساعتها اعلى فوق الكون، ادي الاطراف بتاعت الكون اهي، اطلع لحد الفري سيرفيس اللي انا حسبته ده، يبقى انا عندي فوليوم حضرتك الارتفاع بتاعه هنا 8.3، ادي فوليوم اسطواني زائد الفوليوم اللي جوه ده اللي هو بتاع الكون اللي انت معاك الابعاد بتاعته. تمام، يبقى الاف الهايدروستاتيك اللي هي هتبقى الاف الفيرتيكال هتساوي رو في الفي بتاعت السلندر دي زائد الفي بتاعت الكون في الجي، تطلع بالنيوتن. اخر مسألة بقى، اخر مسألة، نبقى خلصنا الوقت بالظبط. فيها بس فكرة هي صغيرة، يعني هي شبه المسائل هي بتاعت ادي هنج هنا كده، وادي ليفل بتاع مية، وادي الجيت دي مربوطة بالبولي، البولي دي فيها بودي، البودي ده مغمور جزء منه في المية. تمام، حلو أوي. ايه الفكرة بقى هنا؟ ايه الجديد؟ ما احنا اتعاملنا مع البودي قبل كده، بس ما كانش البودي مغمور في الميه، كنت بتقول التنشن هيساوي الام جي على طول. هنا بقى التنشن هيدخل في ايكوليبريم على الجسم ده. ليه؟ الجسم ده اتغمر في الميه، يبقى هيتعرض لبوينسي فورس يا فندم. يبقى انت عندك تنشن كده، عندك في بوينسي فورس بتأثر كده، احسبها، وعندك في الويت بتاعه اصلا بيأثر كده، يبقى ساعتها التنشن زائد البوينسي فورس يساوي الويت. مش هقول التنشن بيساوي الويت على طول، ده الفرق، ده الفرق الوحيد، غير كده مسألة عادية جدا، في جزء من الجيت مغمور وهتشتغل على الجزء المغمور، مالكش دعوة بالجزء التاني غير في الفورس في الفورس بالانس، شغل الهيدروستاتيك فورس كله مع الجزء المغمور. تمام، بس هذه الفكرة الوحيدة اللي فيها، إنك أنت هتدخل البوينسي فورس، والبوينسي فورس هي الرو بتاعت الفلويد في الفوليوم المغمور برضو في الجي. تمام؟ عايز بقى إيه، بما إن إحنا خلصنا الجزء ده، عشان خاطر الميدترم كده، في مسألة كده عايزكم تفكروا فيها، وإن شاء الله أنا هرفع لكم الحل بتاعها، بما إن أنا إيه مستعجل، بس عايزكم تفكروا في المسألة دي عشان جت قبل كده بس مش ليه وجت الاتصالات. المسألة كالآتي، فاكرين المسائل بتاعت الشابتر الأولاني اللي هي فيها كون بيلف أو بليتا كده بتلف، بليتا مدورة؟ لو أنت فهمت الكونسبتس دي صح، هتقدر تحل المسألة وتجرب حل المسألة دي صح، عشان كده عايزك تجرب أنت من نفسك في الأول. ايه المسألة دي؟ بدل ما انا حاطط كون وبدل ما انا حاطط بليتا او سلندر، احط لك هيمسفير بالشكل ده كده، هيمسفير بتلف، سفيريكال سيت زي ما حضرتك شايف كده، والمسافة اللي ما بينها، يعني هقول لك مثلا ان ده الراديوس ده مثلا ار اي، وده R out،
بتلف بأوميجا، المسافة دي خلاص انت عارفها، وفي الفلويد اللي هنا ليه ميو وليه رو وليه اللي انت عايزه كله زي ما انت عايز. احسب لنا بقى اكسبريشن يحسب التورك عليه، التورك اللي يخلي لك السيستم ده اندر ايكوليبريم. تمام، ده رقم واحد. يبقى احنا محتاجين نحسب التورك اللي يخلي السيستم ده يلف ويفضل اندر ايكوليبريم. دي الفكرة الاولانية، عايز حضرتك تجرب فيها. انزل لك الحل، بس عايزك تجرب فيها الاول. جرب فيها، انزل لك الحل. الفكرة التانية بقى، برضه في نفس السيستم ده من المسائل، المسألة بتاعت الكون. لو أنا جيت قلت لك إن أنا إديت الكون ده إن السيستم مش أندر إيكوليبريم ولا حاجة، وأنا إديت الكون ده initial torque كينود، او بلاش، لا مش انيشال تورك، مش هقول لك اديته انيشال تورك، ضرب انيشال فيلوسيتي اوميجا نود. اوكي، يعني هو بيلف باوميجا، الاوميجا دي فانكشن اوف تايم، طبيعي بما ان انا مش هفضل الففه بايدي هتبتدي تقل الاوميجا دي مع الوقت. اوكي، انا عايزك بقى تحسب لي الاوميجا اوف تي، عايزك تديني الاكسبريشن بتاع الاوميجا اوف تي ده. تمام، تحسبها لي فانكشن اوف تايم لما انا ما بقاش بابلاي تورك عليه، بس انا دورت وعارف زي خليت النحله تلف اديتها السرعه الانيشال فيلوسيتي بتاعتها. يبقى الانيشال نفس المساله وكل حاجه، نفس الابعاد وكل حاجه، بس هي مش اندر ايكوليبريم، هي فانكشن اوف تايم. انيشال انجلر velocity اوميجا نوت. تمام، هاتهالي بقى كفانكشن اوف تايم. شوف، هي على فكره بسيطه جدا، بسيطه جدا، تعديل صغير بس على المساله اللي احنا حليناها مع بعض. بس اما نشوف لو جات لك حاجه زي دي، يا ترى هتعطل في الامتحان علشان انت ما شفتش زيها، ولا هتعرف ايه السكه بتاعتها؟ في الحالتين هنزل لك الحل بتاعها، بس عايزك تحاول. اوكي، اديك يوم كده تحاول فيه، بعد كده انزل لكم السولوشن بتاعه. بالنسبه للبريشر والهيدروستاتيك فورس، لو شفت مسائل حسيت كده ان المسائل دي فيها فكره غريبه، فكره انتم ما شفتوهاش قبل كده، هرفعها لكم برضو. تمام، عشان احنا يا دوبك كده الوقت يبقى مظبوط معايا ومعاكم. ان شاء الله كده اطمن عليكم ان انتوا عملتوا كويس في الميدترم، وطمنوني لو سمحتوا، يعني يبقوا قولوا عملتوا كويس، عملتوا ايه بالظبط، يعني كده حد يعرف. بالتوفيق يا رب، ان شاء الله ربنا ييسر لكم الامور، وهنكمل بعد الميدترم بقى باذن الله. يلا، سلام عليكم.